جاءت طلبة ثاني متوسط، واليوم عندنا هذه القطعة في يونت 2. keep fit، ابقى رشيقا. take my advice، خذ نصيحتي، في صفحة 14 صفحة 17 في كتاب الطالب students book. نبدأ بقراءة القطعة. fitness is very important، الرشاقة مهمة جدا. unfit people، ناس غير الرشيقين. cannot enjoy life، cannot enjoy life، ما يقدرون يستمتعون بالحياة. لاحظ ان fit يعني رشيق او لائق بدنيا، و unfit هو عكسه، نحط un غيرت او قلبت المعنى فصار غير لائق بدنيا او غير رشيق. فيقول انه الناس غير الرشيقين او غير ما عندهم لياقة، cannot enjoy life، ما يقدرون يستمتعون بالحياة. they get tired very quickly، يتعبون بسرعة. so they cannot play games، لذلك ما يقدرون يلعبون ألعاب. they cannot run، ما يقدرون يركضون، ما عندهم لياقة. in fact they cannot even walk، في الحقيقة هم ما يقدرون حتى يمشون. without getting tired، دون أن يتعبوا، ما يقدر يمشي إذا ما يتعب. and out of breath، و متقطع الأنفاس، يعني قم يلهث. So if you want to enjoy life، لذا كنت تريد أن تستمتع بالحياة، you should get fit، عليك أن تصبح لائق بدنيا رشيق. and keep fit، عليك أن تصبح رشيقا وأن تبقى كذلك. how can you get fit، كيف يمكنك أن تصبح رشيق؟ you should take exercise regularly، عليك أن تمارس الرياضة بانتظام. games like football، basketball، والألعاب مثل كرة القدم، كرة السلة، and netball، كرة الشبكة. give you plenty of exercise، انطيك الكثير من التمارين. because you have to run all the time، هاي الرياضات اللي تستخدم بها الكرات تخليك تركض طوال الوقت، وبذلك يعتبر هاي كل الركض يعتبر تمارين. swimming and cycling، السباحة وركوب الدراجات أيضا، are also كذلك very good forms of exercise، أيضا أشكال جيدة من الرياضة، من التمارين الرياضية. if you don't like any of these، إذا ما حبيت أي واحد من هذه الألعاب الرياضية يعني المذكورة، you can just go walking، يمكنك المشي فقط. إذا ما تحب تلعب طوبة ولا تنس ولا سباحة ولا، يمكن بس تتمشى هم تعتبر رياضة. بس شنو؟ راح نشوف شنو الشرط. you should walk quickly، you should walk quickly، يجب أن تمشي بسرعة. for about 20 minutes every day، على الأقل لازم حوالي 20 دقيقة تمشي يوميا. walking slowly will not make you fit، المشي ببطء slowly عكس quickly بسرعة، لن يجعلك رشيقا لا بدنيا. and walking to your bedroom will not either، وكذلك مشيك إلى غرفة النوم ما راح يسوي كذلك رشيق. لذلك يجب أن يكون المشي شنو بسرعة حتى ينطيك رشاقة، يعني المشي البطيء ما يسبب، ما يعطيك اللياقة والرشاقة. some people think that taking exercise is boring، بعض الناس يعتقدون أن ممارسة الرياضة هي شيء ممل. but it doesn't have to be، ولكن لا يجب أن تكون كذلك. if you take exercise with your friends، إذا مارست الرياضة ويا أصدقائك، you will have fun، سوف تستمتع. فإذا شعرت أن الرياضة مملة، فقط شاركها ويا أصدقائك.